سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة للتهبيط والافتزاز. بدون مقدمات بلا ما نطول عليكم، بغيت نوصيكم على حاجة واحدة فقط. الناس اللي مازال ما شاركوش في القناة يشاركوا بقوة، لأن هاد النقطة هادي ناقصانا والخوارزميات راه كتلعب عليها بزاف. يلا أخوتي، إلا كنتم مستعدين للسفر إلى الفضاء، مرحبا بكم على متن المركبة الفضائية الحاتمية والتهبيطية. شارك سيارة عندي كليو كلاسيك. واش فيه عواد؟ فيها لا لاريير ومال. العواد هذه واش فيها؟ الموتور؟ موتور ميريفيزي، عاد واحد 3 شهور من اللي ميريفيزي. ماشي دوكا في كونتور 500. والسامور؟ دوكا في 100. 100. وسط 100. وبيع وين؟ فوق ال 10. فوق ال 110. فوق ال 110. والسوق اليوم؟ السوق حابس شويه. مكان. راقد. راقد. والاسوا ما هي. الاسوا ما تبدلتش هي. صح غط غلا المره الاولى ما ديك طاح دوك الصبل على روحو السوق اللي حاب يشري يشري على روحو يعني يشري على روحو. هذه في وقت السوق غالي قدام 130 140 فقط في الجزائر. ولا تستغرب في الجزائر، كليو القديمه دايره الكرون والسيد شراها قبل 5 سنوات، ومنين بغى يعاود يبيعها غادي يبيعها بثمن طالع وغادي يربح فيها من الفوق. هما عندهم كلشي بالمقلوب، السياره ما حدها كتقدم كترخاص، هما عندهم السياره ما حدها كتقدم كتغلى. وهادشي علاش كيف ما شرحت لكم سابقا، لان ما عندهمش الدراهم، ما عندهمش العمله صعبه باش يطلقوا الاستيراد ويفكوا لهم هاد المشكله هادي. ولا فكوا لهم المشكله ما غاديش يقدروا يصرفوا على البوليزاري وعلى المصاريف ديالو، وزادوا دابا جمهوريه الريح. المهم ابو صبع، هادي حياتك، ما عندك ما دير، حياتك عذاب. سي فوتر برومي ماتش ici à Nelson Mandela, comment vous avez trouvé l'engouement et vous avez découvert aussi le public algérien, comment vous avez trouvé l'engouement et votre impression? Era bello, era caldo, e anche in momenti difficili si è sentito questo supporto e ringrazio a tutti questi tifosi che stavano dietro di noi e che ci hanno portato anche per vincere la partita. C'était joli, c'était chaud. وباش عرفوا باننا حمقناهم وسطيناهم، اجلوا الانتخابات مشكله، سبقوا الانتخابات مشكله، كيف ما داروا حلا. وهما دابا حتى مع المترجم واحلين معنا، داروا المترجم هذيك الشرفه هضرنا عليها طيروها، جابوا مترجم كيوسوس ليه في ودني حتى ما طيروه، جابوا دابا هذا مترجم زعما راه بعيد عليه ما تيوسوسش ليه في ودني، ولكن راه باقي المشكله مطروحه، مترجم كيضرب اللغه الفرنسيه. واش نتوما في هذه الجزائر عندكم 25 مليون نسمه ديال عباد الله وما عندكمش مترجم واحد كيتكلم الايطاليه والعربيه؟ جابوا مترجم خاصو حتى هو مترجم يترجم للناس اللي ما كيتكلموش اللغه الفرنسيه، يا قلتوا غتقطعوا مع اللغه الفرنسيه، كيف يعقل تجيبوا مترجم لا يتقن الا اللغه الفرنسيه فقط؟ وحنا هادشي اللي بغينا نمارسوا عليكم الضغط باش نتوما ديروا مزيد من الاخطاء. اقدم واشهر حلوى متوارثه عن والده الحاج ميلود بمعسكر، لا تزال العائله تحافظ عليها. هذه المهنه رانا توارثها على الاب تاعي. جلالي ودرمانو علمني الله يرحمه مسكين، بديتها مع واحد مغربي علمني. علم الزنابيه و 1957 كان يخدمها هنا هذا الحوانيت هذا كان يخدم. هذا مشهد كيلخص كلشي، الابن من يتكلم على المهنه تكلم غير على باه، قال لك ورثتها من الاب ديالي وتما حبسات، ما ذكرش شكون اللي علم الاب ديالو. الاب ديالو قال تعلمت من واحد المغربي هو اللي علمني كيفاش نصاوب الزلابيه وبزاف ديال الانواع ديال الحلويات اللي كتصاوب في الشرق الجزائري، والاجيال اللي جايه في الجزائر غيكونوا كفس من هذاك الابن، ما يقولكش تعلمت من با، يقولك تعلمت انا بوحدي. المهم فيما درتي الجزائري كتلقى الاصل هو المغرب، طير وتنزل زلابيه اي حاجه تونسيه تركيه مغربيه كتلقاك المغربي هو اللي معلمها لكم. ورساله للاجيال المقبله والمغاربه، ما تبقاوش تعلموا هاد الناس هادو، اللي بغى يتعلم يتعلم راسو، نتوما ما تعلموا حتى شي واحد، وحتى الناس اللي كيديروا الدروس في اليوتيوب ما ديروش كلشي، الاسرار دائما خليوها عندكم. لقد حرصنا في الجيش الوطني الشعبي على ارتقاء بمستوى سلك الحرس الجمهوري الى مصاف النخبه. وحتى هما عندهم الحرس الجمهوري بحال ما ماهم فرنسا، ولكن هنا راه كاين مشكله. واش نقري حصن الرابع راه كنعطيوك داك الكاسك ديال الحرس الجمهوري ديال فرنسا، دابا انت هو الشيف ديال الحرس الجمهوري ديال فرنسا ولا الشيف ديال الحرس الجمهوري ديال الجزائر؟ المهم كلشي على الارتقاء. هو اعلان بني على اساس الماده الدستوريه على اساس
المادة 91 البند 11 فيها الذي يتيح إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. الأسباب ربما هي الأسباب اللي ممكن تكون أدت إلى هذا مرتبطة برؤية النظام السياسي لمسار هذه الانتخابات الرئاسية اللي راهي تتعرض إلى ضغط ربما فيها ضغط بالترويج للتأجيل، ترويج لبعض القضايا المرتبطة واش ضربتوا على مائدة الإفطار؟ صراحة حشومة نسميه مائدة الإفطار، حاطين المناضة قداش نايا واتي حماق على المناضة في الفطور، ما عرفتش ان الناس هادو شنو تياكلوا. وحتى صحيا من الجانب الصحي الانسان من المفروض يشرب المياه، يشرب العصير، ولكن يشرب المناضة فيها الغاز مع الفطور ومشكلة صراحة. هذا رئيس حزب الاخواني اللي عنده في الجزائر قال لك هاد الناس هادو سبقوا الانتخابات لان الجزائر تتعرض الى ضغط، وباش قال لك تجاوب هادوك الناس المشككين اللي كيتكلموا على التأجيل. مازال في الكلام ديالي ومازال مصير في الكلام ديالي، لاني اول قناه نشرت لكم الفيديو ديال بنغرينا وكان اول واحد تناول هذه القضيه ديال تاجيل الانتخابات. يعني راه منهم واليهم، راه ماشي المغاربه، راه ما يلصقوش في المغاربه يقول لك حنا اللي ضغطنا عليهم باش ياجلوا الانتخابات ولا هذاك كلية بالمخزن. بنغرينا هو اول شخص يعني من الاحزاب السياسيه اللي كيتلاقى كذبون، وهو كان ارنب السباق ديالو في 2019 وعنده علاقات وطيده مع النظام العسكري الجزائري. هو اول اللي خرج هذه الاشاعه ديال تاجيل الانتخابات وخذ المثال ديال الانتخابات السنغاليه. صافي دغيا ركبوها ودغيا لصقوها للمغاربه. المهم بعدا ياك الجيش ديالكم كيتاثروا لي المعنويات بالضغط، وانتم كتاجلوا وكتسبقوا الانتخابات بالضغط، ونحن سنستمر في الضغط ديالنا حتى تحيدوا يديكم على المغرب وعلى التكلم على المغرب وعلى تمويل بوليزاريو، وديك الساعه الله يعاون العونات. مع توجيهات الوزارة الوصية المتواصلة لتسليم المنتجي الحالي بمستحقاتهم المالية، إلا أن العملية تجد في كل مرة عراقيل تحول دون تجسيدها على أرض الواقع. دوك الإشكال موش في وزارة الفلاحة، المشكل راهو عند الكنترولور الفينانسي، يعني هو اللي تابع وزارة المالية، والكنترول الفينانسي يكمل يعني الكنترول الرقابة على الملفات يبعثها للتريزور، والتريزور على بالكم يخدم الفلمي للفان ولا لوفان 5 باش يدير باش يصب. هو هذه اللي أثرت يعني في بعض الولايات اللي حكيت يعني راهم حابسين في شهر سبتمبر. هذا الوضع صعب مأمورية منتجية الشعبة، ومن هنا قرر تغيير النشاط مما قد يؤثر سلبا على نتيجة الحليب. وباش كيعجبوك كيجيبوا لهم فيديوهات ديال ريبورتاجات مسروقين ديال زعما عندهم البقار وعندهم الحليب، وهما راه كيتكلموا غير على البودره ديال مسحوق الحليب اللي سحقات بصبع او بصبع المسحوق مسكين من هاد البودره هادي اللي كتخلط مع الماء ديال الزيغو. ودابا حاول تفهم معايا، حاول تركز معايا باش تفهم المشكله ديال الطوابير ديال الحليب. دابا المشكله في الاستيراد، كيمنعوهم من الاستيراد ديال كميات كبيره، وهذيك العمليه ديال ضخ او صب ما كيديروهاش بزاف، يعني القضيه قليله عندهم، كيعطيو الحليب بالتقطير. ثاني مشكله، الدوله خاصها تدعم هذوك الناس اللي كيتكلفوا بالحليب من الفلاحين القلال اللي كاينين في الجزائر وما كتعطيهمش الفلوس. علاش ما كتعطيهمش الفلوس؟ راكم عارفين علاش، لانك تدعم البوليزاريو، لانك تخلص الطياره الخاصه ديال ابن بطوش والمصاريف ديالها، لانك تدعم جمهوريه الريح، لانك تفرق الفلوس على اوروبا على بعض المغاربه الخونه باش يهاجموا بلادهم. ومسكينه الجزائر ما كيبقاش ليها فلوس حليب، واش قد صرف تصرف 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 وتصرف لكم حتى الحليب من الفوق؟ ايوا خصك تحمل شويه المسؤوليه بصبع، عيش بالجوع وبالنوع باش هما يدعموا البوليزاريو وجمهوريه الريح، وباش هما يخلصوا الفلوس باش يعادوا المغرب. ايوا شويه تفاهم بصبع، وحاول تفهم شويه السياسه الدبلوماسيه الجزائريه الفرقوقيه الشعبوية. لم تتأخر الأحزاب السياسية من الرد على قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول إجراء الانتخابات الرئاسية مسبقا شهر سبتمبر المقبل، وكان حزب الأرندي سباقا في التعليق عن القرار مشيرا أنه يقطع الطريق على المشككين والمتآمرين. أما حزب جبهة المستقبل أكد أن اتخاذ هذا القرار يدل على العلاقة المتميزة التي تربط المؤسسات الدستورية، فيما أبدى حزب الكرامة استعداده لإنجاح هذا الموعد الهام
الذي يؤكد تكريس الجزائر لاحترامها للدستور ومختلف القوانين، في حين اعتبرت حركة مجتمع السلم القرار بالمهم جدا. أما حزب تجمع أمال الجزائر تاج اعتبر القرار بالمنتظر من الطبقة السياسية، ما يدحض تكهنات المشككين. أما حزب جبهة التحرير الوطني تلقى القرار بارتياح تام، داعيا القوى الفاعلة أنك تأجل الانتخابات أو لا تسبقها كيبقى أمر عادي نظرا لظروف معينة. مثلا في إسبانيا في العام اللي فات بيدرو سانشيز شاف راسه بأنه تيخسر الانتخابات المحلية ويمشي يسبق الانتخابات الوطنية باش يربح، وهذه القضية دي مفهومة ومعقولة. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه، واش عبد المجيد كدبون خسر الانتخابات المحلية مثلا باش يسبق الانتخابات الرئاسية؟ شنو هو السبب؟ واش نتوما تجي كامل غير على ود المشككين؟ ياك نتوما قلتو كتنعموا بالاستقرار وكتنعموا بالامن والجزائر قوة ضاربة، ايوا غير شوية المشككين منهم بنقرينا وكليب المخزن ومواقع التواصل الاجتماعي المغربية خلاتكم تأجلوا الانتخابات. دابا نتوما انا نقول لكم الفيلم من الاخر باش بلا ما يبقى يكذبوا عليك ابو صبع. انت راك عزيز عليا وانا صراحه راه كندوز معاك اسعد اوقات حياتي. انا نجيك من الاخر الفيلم شنو هو الكونتر خطه اللي يدير لكم عبد المجيد كدبون والنظام الجزائري. دابا القضيه عندكم حامضه في هذا رمضان، عاد ما كاين لا حليب لا لحم لا دجاج لا حتى شي حاجه، خايفين من انتفاضه شعبيه غتكون بسبب الجوع، يعني ثوره جياع في الجزائر. قالوا شنو غاديروا شنو غنديروا، اجيو نخرجوا هذاك التسريب ديال تاجيل الانتخابات ونخليوه يخمر مزيان ويكبر مزيان، ومن بعد نقولوا راه سبقنا الانتخابات ضد في المشككين. وهكذا الخطه محبوكه جدا وفعلا انطلت على بوصبع اللي بقى بقابل علاش الانتخابات وتوسوس. راهم خايفين، بوصبع راه خايف بزاف، راه ما فهمش هذه الخطوه ديال كيفاش يسبقوا الانتخابات، وهما تيقولوا لهم في نشره الثامنه الدوله مستقره والدوله قويه والدوله ضاربه، راه شادهم الخلعه. وانا عاودت لك الفيلم كيفاش دايره بوصبع، وديها بوصبع غير الا ما بغيتيش تفهم، راه غير باش يدوزوا لك 15 يوم ديال رمضان وهم يخرجوا لك هذه الفقاعه ديال تسبيق الانتخابات وعلاش والضغوط والمشككين والنظام في خطر والجناح الاخر والعصابات. المهم مسلسل هيتشكوكي غتبقى متبعو حتى يسالي رمضان وما غتعيقش بالكونتر خطه والكرم. وفي ذلك اطلقوا مثلا شعبيا يقول اجود من حاتم، ولكن ما هي القصة وراء هذا المثل ومن هو حاتم؟ صراحة ليس هناك أجود من حاتم، وحتى أنا يرى كرمكم مزيان زعما كريم معكم وما تلقاوش الجزائريين قد الكرم ديالي زعما صراحة ما عرفش شكون اللي سلطني عليكم. المهم خليكم من حاتم والكرم وداكشي، ركزوا لي على الزليج اللي موراه اللي في واحد القصر تركي عثماني. هذاك هو الزليج اللي من المفروض يفتخروا به لأنه عنده علاقة بالتاريخ العثماني ديالهم، وحشمانين منه وكيتلصقوا في الزليج ديالنا المغربي. واحد شيخ قد ايه التفاح هذا؟ 10000 هذا 10000 الله يبارك الجزائري وش رايك؟ صافي صافي قال لك اروح اروح لي اروح. 10000 انا تاع 10000 وهذا؟ شوف شوف هذا شحال؟ هذا شحال؟ هذا 12 ونص 12 هذا 15 هذا شوي يوجه ب 15 ها شويه يوجه ها الخلعه هذا كيرو يدريسي وبيه العويضه ها الله يبارك الجزائري شراو ياكلوا الجزائري شراو ياكلوا ها كاين امبورطاسيون باطل ها يا زيد ربي يعيشك اخويا. للاسف 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 نتاسف على هذا المشهد. السلام عليكم. ثم قال ماذا؟ قال لك الجزائر دخلت 25 مليار دولار من الفواكه ومن الخضار قال لك في الجزائر. دابا هاد الناس هادو فينا عالم عايشين عايشين في الميتافيرس، على الواقع كيلقاو بانهم تيشريو تفاح غير صالح للاكل، هذاك التفاح كيتلاح، هذاك التفاح كيمشي حاجاكم للزباله، هذاك التفاح ما صالحش حتى تعطيوه للبهايم، وكيشريوه بثمن غالي ودير لهم انواع من الفوق، ويجي بوصبع يقول لك حنا غنصدروا لموريتانيا وغادي نزاحموا المغرب. اودي كون صدرتو غير داخليا بيناتكم وقضيو الغرض، واش هذاك التفاح هذا كيتكال؟ اسمعي
مرة أخرى كيتأكد على أنه الطبخ الجزائري اللي كيروجوا ليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي برامج الطبخ لا علاقة له بالجزائر، لا من بعيد ولا من قريب، كل خنشالة في خنشالة. يسرقوا الأطباق المغربية، الأطباق التونسية، الأطباق التركية، الأطباق الفرنسية وينسبوها لراسهم. ولكن منين كنقلبوا في الموائد ديال الإفطارات الجماعية، وكيف ما قال واحد الأخ البارح قال لك هذا راه إفطار مجاعي، منين كنقلبوا في هذه الموائد المجاعية كنلقاو غير شوربة بوراك ديال تركيا ولا ما عرفت داكشي، شطيطحة باللحم اللي هي عبارة عن اللحم وبزاف ديال المرقة. المهم اللحم كيعوم في المرقة ومع شوية الحميمصات، واحد ثلاثة الحميمصات كيعوموا تاهما حداه، والخبز والمناضة. وقال لك انتوما كتسرقوا لينا الحريرة وتسرقوا لينا سلو وتسرقوا لينا السفوف وكاع والبغرير والمسمن، وقال لك البغرير غنديروه في المطار وما درتو حتى في الافطار ديالكم. انا بعدا من بدايه رمضان هادشي اللي كنلقى في الموائد الجزائريه، هذاك بوراك ولا شوربه بوراك ديالهم ولا ماغيش كيسميوها، ويحطوا الدجاج محمر ويحطوا المرقه ولا شي دجاج محمر ولا شي لحم شطيطحه اللحم ديال الحمير راكم عارفين، وشي حميمصات والخبز والمناضه، هذا هو الفطور ديالهم. تيضربوا هذيك المرقه تيعرقوها مناضه وكيجيو يتقرعوا علينا في تيك توك وفي اليوتيوب والفيسبوك وفي التعاليق بالسب والشتم. وركزوا معايا على واحد النقطة مهمة، الإفطارات من هذا النوع كيداروا في بزاف البلدان الإسلامية، منهم المغرب ومنهم مصر، وكاينين مدن في الدول الإسلامية مشهورة بهذا النوع من الإفطارات. دابا المشكلة فين مطروحة؟ المشكلة هو أنه مثلا في المغرب ولا في مصر كتلقى هذا النوع تطوعي، يعني الناس ديال الحومة كيجمعوا بيناتهم وكيديروا الفطور. هادو في الجزائر ركزوا معايا، راه حمودة بوعلام جايبة الإشهار ودايرة النفاخات ديالها ودايرة الإشهارات ديالها، يعني حاطة الفلوس. وكاينه شركه اخرى ديال المنادل الورقيه حتى هي دايره لهم الاشهار، يعني شركتين جزائريتين حاطين بزاف الفلوس باش يديروا هذا الافطار، وفي الاخر شنو دايرين؟ دايرين ثلاثه الحميصات ومناضه وشويه المرقه. يا الدوله لو لونغاج على يوسارد سي تري سي تو ان فرونسي اون يوتيليز لو مو على يوسارد كونت اون ديكري اون ريلاسيون سيكسوييل سي لوسكي ا اون ريلاسيون سيكسوييل كي سو ديرول دون لا dans la, sans délicatesse, sans brutalité, c'est-à-dire que c'est pratiquement un viol. Donc, quelque part, la PS est en train de décrire, elle a décrit l'élection présidentielle de décembre 2019 comme étant un viol. Un viol de la volonté populaire. C'est un aveu extrêmement grave. هنا سمر كيعلق على البلاغ ديال وكالة الأنباء الجزائرية اللي صراحة كان بلاغ، كان صراحة أكبر شمس عشية لكل من صدق ولكل من واثق في عبد المجيد كدبون في الجزائر وتيق فعلا على انه رئيس دوله. قالت لهم وكاله الانباء الجزائريه العربيه، قالت لهم احداث 2019 كانوا في الاول عبد المجيد كدبون ووكاله الانباء كانوا كيسميوه الحراك المبارك، شويه دابا تقلبوا عليهم، يعني الاحداث ديال 2019 دارت لهم مشكله كبيره وخربقات لهم البرنامج ديال الانتخابات. ولكن الطيرو تنزلوا، راه عبد المجيد كدبون خصو يكمل الولايه ديالو، علاش ينقص من الولايه ديالو شهرين ولا شهرين ونص ولا ثلاثه شهور؟ المهم بلا ما نتكلموا على الايحاءات كيف ما قال سمار، راه القضيه قضيه تاريخيه، راه عندهم مشكله ديال الاستعمار الفرنسي الاستعمار التركي كانوا تابعين طول حياتهم، داكشي علاش كيأثر عليهم حتى في الكتابات وحتى في البلاغات الرسميه ديالهم. ديميسيوني يا جماعه الخير. Et ça, c'est la PS qui le dit, c'est pas moi, c'est la voix officielle de l'État. Donc, à la suite de la dépêche de la PS, nous attendons la démission de monsieur le président Abdelmajid Tebboune. Oh, انت سمار بديتي كتصر، وحنا ما بقيناش فيك، كيفاش تطالب بالاستقاله ديال عبدالمجيد كتبون؟ وحنايا شنو نديرو هذيك اللحظه؟ يجيبوا لنا شي واحد ما تيهضرش ولا ما كيتكلمش بحال بوتفليقه ونصدقوا حنا واحلين؟ سمار شوف، انتقد كيف ما بغيتي، دير المعارضه المزيفه ديالك كيف ما بغيتي، ولكن بلا ما تجبدنا عليك. راه تقرب من عبد المجيد كدبون وطلب الاستقاله ديالو، راه غنخرجوا لك نيشان وغنبقاو نديروا لك حتى التغطيه، ولا درنا لك التغطيه راه غيمشيو لك المشاهدات. عاودني منك اسمر، خلي عليك عبد المجيد كدبون في التقار، راه المغاربه راه ما يدوزوش لك هاد القضيه هادي. هذا مدرب جزائري ديال اقل من 20 سنه، استرفق اللاعب الاول وعاود استرفق اللاعب الثاني. دابا المثير للسخريه هو انه الا كان تيسترفقهم بالطريقه قدام الناس وقدام الكاميرات وقدام الجمهور، شنو كيديروا في الفيستير هاد الناس هادو؟ وهذه صوره مصغره ديال الحقره اللي كاينه في الجزائر، راه كندرت لكم شحال هذه واحد الحلقه ديال كيفاش الناس كيحقروا بعضياتهم في الجزائر.
هذه الحقرة متجدرة عند الشعب الجزائري لأنه يعيش تحت استبداد النظام العسكري. أما كاين غير الحقرة، الحقرة ياخو. جال حليب جال حليب جال حليب جال حليب جال حليب. واليوم عاوتاني جاليكم حاتم جاليكم حاتم. دابا هاد الناس هادو هما اللي كنتلاقاهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كلشي ساكن في فرنسا وكلشي مخلص. داكشي علاش هاد الناس هادو اللي كيغنيو الحليب بانه جا ما كيبانوش لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، محال واقيلا واش عندهم الانترنت. شرعت مديرية التجارة بولاية ميلا في توفير زيت المائدة للبيع المباشر للمواطنين بالنظر للنقص المسجل في المحلات. العملية عرفت إقبالا كبيرا مما خلق طوابير طويلة. ما عندناش زيت. شحال وانتم ما عندكمش؟ بلك 3 شهور درك ما كانش. 3 شهور ما كانش. ويجي واحد داير فيه عميق ومشكوك في أمره ويقول لك علاش كتنتقدوا الجزائر حتى حنا عندنا نفس المشاكل؟ واش عمرك انت في المغرب قطعوا لك الزيت ديال المائده 3 اشهر؟ واش عمرك انت في المغرب داروا لك هذا المشهد هذا البائس ديال الطوابير كتسنى شاحنه تفرق عليك الزيت وجيبين لك روبورتاج وكيديروا لك الادلال اللي ما عمرك شتي في حياتك؟ فما تبقاوش تقارنوا راسكم مع الجزائر. حنا ما كنقارنوش راسنا مع الجزائر، حنايا كنفضحوا النظام الجزائري. فما تقول ليش انا كنقارن، كون كنت كنقارن غنجيب لك الزيت في المغرب ونقارنها مع الزيت في الجزائر. أنا لا أقوم بالمقارنة، أنا أقوم بالتغطية وبتعرية النظام الجزائري العسكري اللي ما قادرش يوفر حتى الزيت للشعب ديالو وخدام تينقز علينا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الانترنت وتشري الصحافة العالمية وتمول بوليزاريو وتمول الخوانة اللي كاينين في أوروبا وتمول جمهورية الريح، وهذا من الحق ديالي. فما تحمقنيش، في أصعب الظروف في المغرب حتى في أيامات كورونا فاش كانت الزيت مقطوعة في إسبانيا كانت متوفرة في المغرب. الجزائر قوية دائما تزعج البعض للأسف، وهذا يعني ما نلاحظه. والجزائر استعادت في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الحقيقة قوتها الإقليمية وقوتها الدولية على الساحة الدولية، ورأينا الجزائر دائما بموقفها الثابتة والشجاعة، وآخرها اليوم في مجلس الأمن نفس الشيء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نفس الشيء كذلك الرئيس عبد المجيد تبون في الحقيقة أعاد الوجه الدبلوماسي القوي للجزائر، أعاد لها كذلك الاستقرار على المستوى الداخلي، ويتعامل بشفافية، وهذه حقيقة يتعامل بشفافية مع الشعب الجزائري، وهناك لقاءات دورية طبعا حتى إعلامية، ويبسط كل المشاكل ويجيب عن كل الأسئلة يعني بمنتهى الشفافية وبصراحة كاملة. وهذا في الحقيقة من صفات القيادي القوي والناجع. من غير التطبيل اللي كان في هذا المقطع أنا عجبني هذاك العنوان اللي كاين لتحت، قال لك ضرورة تكتيكية، يعني كيخدموا معهم التكتيك، خدامين مع بوصبع غير التكتيك، وما كاين غير صرح القاطع علشان الباقة بتضيع. وقال لك استعداد لاضطرابات مبرمجة، يعني بوصبع ناويين لك على خزيت. هو شوف هو عبد المجيد كذبون، نقول واحد 80% ولاية تانية مضمونة في تجيب يجدك، ونقدروا نقولوا واحد 20% في الشك. هذيك 20% هي هذيك الجناح الآخر ديال العصابة اللي باغي يبدلو لأنه كذبون فضحهم، ولكن في نفس الوقت ساكت على راسه. يعني راه خاصهم يلقاو في الرئيس الجديد اللي غادي يعوض كذبون الا بغاو يبدلو، خاص يلقاو نفس المواصفات. فين غيلقاو بحالو؟ كذبون عنده ولدو متهم في العصابه ديال الكوكايين، يعني يدير هكا هكا يشدو لي ولدو، هو براسو غيتسجن الا دار هكا هكا لانه متهم في الفساد فاش كان وزير ديال السكن. يعني خاصهم شي واحد يكون كفس منه حتى هو في الفساد وولدو حتى هو في الكوكايين باش يجيبو بلاص. المهم قال لك اضطرابات مبرمجه، راه عارفين شي وحدين غيبغيو يخرجوا يديروا الحراك، ونويل لكم على خزيت من دابا قفرتيها بغصبع. انا نصيحه مني غير تكمش مع راس كما تكمشتي من 1962. هناك حقيقه متغيرات اقليميه ودوليه. الجزائر الان اولا هناك استقرار داخلي، هناك جهود تنميه كبرى، هناك انطلاقة جديدة نحو التنمية ونحو العالمية ونحو أخذ موقع مهم في الجيوبوليتكس في المنطقة والعالم. ولذلك على الجزائر الآن أن تنظر إلى التحديات، وهذه تحديات حقيقية. نحن نعرف أن هناك خروج للتأثير الفرنسي والقوى الفرنسية من القارة الإفريقية، وهناك قوى إقليمية ودولية تحاول أن تملأ الفراغ. وتيبغيو يحمقوا بوصبع، داروا لي الفرفاره. الجزائر دوله مستقره وفي نفس الوقت كتعرض لضغوط
من بعض المشككين وكتسبق الانتخابات واستقرار واش من استقرار هو اللي طاجينه ومش مليح طاجين نحاس على هذه تشوفوا فيه منك حلو ماشي مسخ مدود مانيش قاعده نغسل فيه ولا نحطوا شويه ملح ما في فلفل كحل عيدام ريف تاع القرفه فوالا بصله ونبقته العافيه ثلاث قسمات لبس سكر ماشي نخلطوه ما نحطوش العظمه كامله بعد ما حطيت لها الصفار البيض لميتها شويه تاع الورد باش نعطيها النكهه بسم الله تحلى لما تقود ميها خليه اللحم يطيب بسم الله بعد ما جات العقده جاتهم كعيبشات صغيرين ضربوا هكذا ونحكوه بالقارس نبداو العمليه الحشو بسم الله ثاني كذلك نحشيوها برفق اها نجيبو بصبعنا هنا نلعبو عليه من برك طب اللحم طيب شويه سكر الورد نرميهم برفق بسم الله كيس طريف تاع اللحم شويه عسل بسم الله نقدم لكم الطاجين تاع الزعور وزينتو باللوز كثرت لكم الشهيه ديالكم راه كنديرها بالعاني راه بنتو ليا كتاكلوا بزاف ورمضان راه ماشي ديال الماكله بزاف كيسو اخوتي العزاز كيسو في الماكله ملي تبغي تاكلو تفكروا هاد التخربيقه هاد ما هي طاجين ما هي كوكوط ما هي مقله ما هي صراحه معدين على الوقت شكرا انك بقيتي حتى الاخر ديال الحلقه ما تنساش دعم القناه بلايك بارطاج فضلا وليس امرا كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم.